إلى خبر آخر، حيث أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد تمديد استقبال البيانات الخاصة للمتقدمين والمسجلين مبدئيا لأداء فريضة الحج حتى الساعة 12 من مساء الاثنين 3 أغسطس الجاري. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التمديد في التسجيل يأتي نظرا للمطالبات المتعددة بعد إقفال عملية التسجيل المبدئي للراغبين بالحج، فضلا عن الإشكاليات التي ظهرت في بعض المحافظات التي تشهد مواجهات ومشتبكات كعدن ولحج وتعز وشبوة وأبين ومأرب والجوف والضالع. الوزارة أشارت أيضا إلى وجود بعض الإجراءات التي تعذر استكمالها، كصعوبة إصدار جوازات للمتقدمين للتسجيل المبدئي وصعوبة التواصل وإرسال البيانات والقسائم الخاصة بالتسجيل المبدئي. بعد قليل